السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله احنا النهارده 2/4 في فيديو من فيديوهات الفاصوليا، نشوف الارض اللي احنا فيها ديت وضعها ايه وبعدين نتكلم. الفاصوليا عمر 40 يوم، زراعة 20 فيه. عمر 40 يوم، زراعة 20 فيه. معنا كده من الشكل كده وضعي معنا عمر في مصاطب يعني عاليه شويه الى حد ما اهي، وجنبها على طول مصطبه هي فيها مشاكل، مستوى اقل ضعيف خالص اهو 40 يوم. طبعا عمر 40 يوم يعتبر قليل خالص ضعيف، مشكلة أكيد في النبات، في مصادر عندي ضايعة خالص، مستويات ضعيفة خالص، مطبات في الأرض، مطبات جامدة، للأسف نسبة في الأرض، المطبات التعبانة دي نسبة كبيرة في الأرض، 40 يوم، مساح محترم 40 يوم. لفينا وشفنا وضع الأرض وشفنا نظام الأرض، طب نبص على الجذور قبل ما نقول المعلومات اللي عندنا، نبص على الجذور بتاعتنا. انزل لي كده معاك الكاميرا، انا عايز ده يبان كده في اللي. انزل لي كده، عايز ده يبان في نص الكاميرا، باين في نص الكاميرا. شايفين يا جماعه؟ شايفين الجذر من تحت عامل ازاي؟ شايفين الشعرات نفسها بتاعت الجذر عامله ازاي؟ شعرات المصاص كلها، شايف وضع الجذر معايا؟ في شويه شعر بيتجم وابتدوا كمان يتلسعوا اهو. ادا نبات. طب ناخد نبات تاني، ادا نبات معانا اهو. طب ناخد نبات تاني نفس الظاهره معايا، العفان تحت عامله ازاي تحت؟ ونفس الحكايه كل الشعرات اللي عندي بتاعت الامتصاص. بص كده، انا عايز في نص الكاميرا كلها من الاسواق ازاي. طيب ناخد نموذج ثالث معانا اهو، نفس الكلام واحد، نفس الكلام واحد. العفان تحت معايا هي، والصف معايا من الجدر تحت، والجد كله ازاي، كله عفان ازاي. طيب اهو، هي ظاهره كلها في الارض كلها كده اهي، هي ظاهره في الارض كلها كده اهي. معانا ست نباتات اهمت اهو، هو المشكله واحده، مشكلة واحدة، عفان رهيبة في الجدر تحت، الجدر ابتدى يقع معايا يتدمر معايا. ست نباتات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هي مشكلة واحدة. طيب إيه اللي إحنا بقى عايزين نقوله في الفيديو دوت بقى؟ وإحنا نقول مجازا النهاردة 2/4، يعني تقريبا دخلت في 40 يوم، 42 يوم حاجة زي كده. دي فاصوليا مكان فاصوليا، هو خدم بجلة. طيب خدم بجلة ما حطش سبلة. طب الأرض دي أصلا من النوع اللي هي الأرض الفقيرة التعبانة، اللي هي فقيرة في العناصر بتاعتها، فقيرة في المحتوى العضوي بتاعها. فاصبحت النهارده، انا النهارده عمر 40 او 42 يوم، وضع النبات اللي قدامي دوت انا حصلت عليه من التسميد اللي هو بيحطه او من الشغل اللي هو بيعمله وشويه الخير اللي موجودين في المصطبه. انما الجله نفسها او السماخ البلدي اللي هو خدم بيه لسه ابتدى يختمر معايا النهارده وابتدي يستوي معايا النهارده، وهنبتدي نستفيد من اللي جاي. انما اللي فات هو ما كانش لسه ليه تاثير، لان يعني لسه ما كانش الاثر بتاعه ابتدى يبان، لسه ما استواش وابتدى ايه ياثر في الزرع بتاعي. يبقى هو اول حاجه ان هو هنا ما حطش سبله، وده كان خطا، لان طبعا الجلده بتاخد وقت او السماخ اللي بياخد وقت على ما يشتغل، فالسبله بتشتغل بسرعه، بتشتغل معايا ال 40 يوم الاوليين. على ما تروح فايده السبله بتدي الجلده تشتغل معايا وتكمل هي بقيه الموسم معايا. دي واحد. طيب الحمد لله يحسب للجلد بما يرضي الله، ما فيهوش نيماتود بما يرضي الله، انما في اعفان شديده. طب لما رجعنا الوضع معاه، تخيل بقى الارض اللي احنا فيها ديت كده، هو حط دفعتين عفن، حاجات لا تسمن ولا تغني من جوع، ضعيفه تعبانه ملهاش مصدر اساس بالصحه شمال من الاخر، وعمل الراجل حط دفعتين اعفاه. طيب ده خطا، يبقى وحط حاجات هنا ملهاش علاقه خالص بالاعفان، تعبانه في الاعفان ما اثرتش في الاعفان. بدليل الخمس ست نباتات اللي احنا شفناهم دول بالتاثير دوت، والمشكله في كل الارض كده، احنا دول واخدينهم عشوائي، يعني جبنا ست نبات عشان ما لهمش علاقه باي حاجه، لا المجموع خضر كبير ولا ضعيف ولا فاتح ولا غامق، هات نبات اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته غسلنا لقينا الوضع ده، يعني معنى كده منتشر في الارض كلها. طيب يبقى هو حط اعفان تعبانه دورتين زي قلته، والحاجات شمال ما لهاش تاثير على النبات. طيب بدليل النتيجه هي. طيب نيجي بقى نشوف التصميم بتاعه، عامل خلطه فيها يوريا بكميات معينه، مع نترات نشاط بكميات معينه، مع مغنيس بكميات معينه، مع حمض فوسفوريك بكميات معينه، مع حمض ناتريك بكميات معينه، خلطه من الاخر فنكوش، حاطط فيه كميات بمعايير معينه، وبيسحب للمساحه بتاعته 50 لتر. طب هو انت عندك منفذ يسلك عشان يقبل الدفعه دي؟ انت بتدفع دي، يبقى انا اصبح عندي الجد المتهم فيه اعفان شديده،
الموبيلات اللي قافلها حاطط عليها الشيبان تعبانه ما اثرش معايا ما بينشطش في الجلد تحت تحت عندي، واصبح كمان التسميك بتاعه دوت عكسي ما فيش جلد سليم يمتص، فبيعمل التهابات فبيزود الطين بله، فالعفان وصلت لها ضربت الجلد نفسه مع قاعده الساق، وكمان كل الشعرات عندي متصبعه زي عفان شكلها. ده انا مرضى وكل المشاكل تتجمع في وقت واحد. طيب ايه الوضع؟ التسميك انا بيجي معاكس معايا. التسميك انا من سميت مره سميت ما جاش معايا في البيت. بتكمل ليه؟ نباتك واقف 40 يوم وشاف ان الجو كان حلو والنبات واقف ما بيتحركش. ليه دايما بتقف مع زي ليه صعبان عليك تقلع عود؟ قلعت عود وغسلته وشفت الوضع اللي فيه، اكد المعلومه بعود من منطقه ثانيه، عود من منطقه ثالثه، عود من منطقه رابعه. اكدت المعلومه ايه ده الجدر مكتوم واسود وسليم واقف وما بيغلش. خلاص يبقى انا اتمرن على الوضع اشوف مشكلتي ايه، اجيب المختص اشوف مشكلتي ايه. عارف انا احط عارف ان المتوده احط المتوده ان انا عمال احط وعمال اسمد وعشان النبات يتحرك والنبات واقف ستاند باي ما بيتحركش، بالعكس ده بيتدهور والعفن هتزيد اكتر والجلد هيفعم اكتر، وفجاه تلاقي الارض وقعت منه مع ان اصلا ما فيهاش المتوده. يبقى اذا لا نرجع نفوق نفسنا تاني، انت شايف نباتك مش بيتحرك بالدرجه اللي في دماغك او السرعه اللي انت شايفها او النمو بتاعه مش ماشي النمو الطبيعي، الف بها اعملها، اقلع نبات اقلع اثنين اقلع ثلاثه اغسل جذور وما ابص فيه. ابيض لا بتسمد وبتاع ونزود التسميد ان شاء الله في معدات التسميد بتاعتي. لا اسود وكحل والدنيا بايظه فيه، طب بتسمد ايه؟ اوفر فلوس، التسميد بيجيب عكس، يبقى انا خسران فلوس وخسران كمان بيجيب عكس معايا. يبقى ابتدي اشوف اشخص صح لمتوده، اجيب لي متوده محترمه، عفان اجيب عفان محترمه، ما انت العفان اللي انت جبتهاش مني ما هي بفلوس برضه. يا ريتها جابت ما هي بفلوس وللاسف وبرقم كمان، يعني الرقم اللي هو قلنا عفان شمال وبرقم، ما سمعتش معايا في النبات بتاعي. يبقى نقيم الوضع تاني، نراجع نفسنا تاني، بلاش التسرع، بلاش ان احنا نسلم ونقابل بحسن نيه والاقي النبات بتدهور معايا عشان انا ما شخصتش. الأرض زادية بنغسل ملوحة عشان التسميد اللي بنحطه، نغسل منها ملوحة، نبدأ عفان محترمة، هنحتاج دورتين عفن بفاصل فترة بينهم 8 أيام أو 10 أيام من الدورة التانية، بروكرات محترمة جديدة جهازية قوية تأثر معايا وتجدد معايا وقت العفن استهلاك العفن اللي عندي، أقدم نشاطات الجذور قوية، يبقى أنا ملوحة عفان منشط جذور تسميد أو تسميدتين بمعدلات خفيفة، وأرجع أدي عفان تاني غير العفان الأولانية، وأدي منشط الجذور تاني غير المنشط التاني، فكر الدنيا معانا واشتغل. يحصل لنا الأرض ما فيهاش نماتودة اللي كانت موجودة دي بقع عقد بكتيرية كويسة، ما فيهاش نماتودة فهتسهل لنا الموضوع. ونحافظ بقى على المواد الخضراء فوق، إذا كان عنكبوت أحمر وإذا كان بياض دقيق رش في ال 40 يوم، لا ما رشش خالص عنكبوت ولا رش بياض دقيق. طب وده ينفع 40 يوم وأنت على سكة الأسمنة؟ أصوات العربيات جنبنا إحنا على سكة العفرة والبهدلة، الأرض تخلي. طب أنا أفوق بقى من الجدر وألاقي كارثة إن في مشكلة عندي في المنطقة، إذا رش العنكبوت الأحمر، رش البيض دي، رش مغذي عشان ما تعملش بعد كده تلاقي نفسك بتاع محافظ الظهر بقى، لأن هما معاك النهاردة هما 20 يوم معاك النهاردة 15 يوم من النهاردة. تلحق ترفع تعالج المشاكل بتاعتك وترفع كفاءة المجموعة القدم عشان هي كده كده أوتوماتيك هتبتدي تمسك الظهر بتاعها وتخش على محافظ التسليم. ان رب يكون مفاتيح هذا الفيديو، لو بتابعونا على فيسبوك بابا كامل لايك، لو بتابعونا من جوجل فورمات اعمل شير كمان، خليكم معاكم عشان لو تواصل بتاع 0176 196. شكرا.